السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي ترند البرنس، أفادت قناة العربية في خبر عاجل زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال الجزائر. إن شاء الله نسأل الله السلامة للجزائر وشعبها وأهلها، اللهم آمين. وكشفت وسائل إعلام جزائرية أنه لا خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال حسب المعاينة الأولية، وسأوفيكم بالتفاصيل أولا بأول. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك وشير للفيديو، والسلام عليكم.